الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد ترسيخا لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الأكاديمية الوطنية للتدريب أخذت على عاتقها تنظيم ورش عمل وندوات مختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش. كما ترنو مصر إلى جمهورية جديدة عبر طفرة في المجالات التنموية كافة، جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني يجمع كافة التيارات وفئات المجتمع ليكون نبراساً للحياة السياسية في جمهوريتنا الجديدة. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. تكليف واضح من الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار الوطني وفتح الباب لمشاركة كل المصريين على اختلاف تياراتهم. دعوة الحوار ترسخ لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، لتأخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب على عاتقها تنظيم ورش عمل وندوات مختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش، لتعظيم قيمة مخرجات هذه الأنشطة في ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وذلك توافقاً مع أهداف الجمهورية الجديدة. الأكاديمية أكدت على استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار، حيث سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار، ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. وفي تلبية لدعوة الرئيس السيسي، أكدت كل القوى والأحزاب السياسية استعدادها للمشاركة الفاعلة ضمن الحوار الوطني لما فيه الخير لوطننا، مؤكدين في ذلك على ما أعلنه الرئيس السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.